انا ما عنديش اي مشكله يا علي انك تدخل شرطه، انا بس مش عايزك تبقى بتعمل كده عشان اخوك كبير ظابط زي ما كنت بتقول وانت صغير. بس اديك بتقول كنت صغير يا زكريا، اظن ان انا كبرت دلوقتي واعرف اختار كويس انا عايز ايه. ماشي يا عم علي، طالما كبرت وعارف تختار يبقى توكل على الله ان شاء الله خير. عشان ما بقاش بكذب عليك انا خايف، انت ابني مش اخويا علي، انت عارف ده كويس، بس انا متاكد انك هتبقى ظابط قد الدنيا وهتشرفنا انا وابوك الله يرحمه. الله يرحمه، ان شاء الله اشرفكم وارفع راسكم كمان. باب التقديمات خلاص هيفتح وهتوكل على الله. بص بقى، اللي انت لسه قايله ده عايزك تقوله لهدى عشان خايفه وقلبها لي مناح. هدى اسمها، هدى اسمها ماما يالا. وبعدين ما تقلقش، هي بتعمل حبتين دول بس قدامك، انما وسط اصحابها ولاد الاثنين ظباط، الكبير ظابط والصغير هيبقى ظابط. انزل اشتري حاجه من بقال تحت، هقول لك يا حضره الظابط، مش هحرك في الحته كلها. يلا يا زكريا الاكل جاهز. ايدي شيلها، طب انت حطيتها ليه؟ ايه السجاير دي؟ ما ده اللي انا بتكلم فيه يا امي، البيت فاكر نفسه عشان داخل شرطه بقى كبير البيت وبيشرب سجاير قصاد اخوك كبير. يا نهار اسود، بتشرب سجاير يا علي؟ والله يا انت هترد على امك كمان يا علي؟ يعني لاخوك الكبير ولا امك مالين عينك؟ انت ايه اللي جرالك يالا؟ كنتش كده، ايه اللي جرالك؟ ارتاح انت يا امي وانا هخليه يبطل ودلوقتي. طب يلا ما تتاخرش عشان عامله لك الفول بطماطم اللي بتحبه. حاضر، ما تزعليش نفسك. انت عارف هتعمل فيها ايه لما انت تمشي؟ لو جبت ست السجاير هجيب ست البت بتاعتك. بت مين؟ انت قصدك على انجي اللي انا كنت في اعدادي يا زكريا وكان طالع عندي درس وطالع على السلم. انا اطلع على ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا طالع على السلم رحت عملت الدرس وما عملتش حاجه ثانيه. شفت بقى، اديك حكيت كل حاجه من غير ما هي جنبك، ساعد نفسك عشان اساعدك علي. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح، اضغط رقم 1. ايوه طنط، معلش اتصلت في وقت متاخر، بس كنت عايز اطمن على عليا. انا عماله بتصل بيها تليفونها مقفول، مش عارفه اعمل ايه. ايه كل ده لسه ما وصلتش البيت؟ لا ما وصلتش، من ساعة ما راحت لك المستشفى ما رجعتش لغاية دلوقتي. وانا بصراحة مش عارفة اعمل ايه وخايفة عليها قوي، خايفة لا يكون حد من اللي تحت دول عمل فيها حاجة. طب انا هتصرف. سلام. هدخل وهجيبها بنفسي. ما انا مش هدخلك. يعني ايه مش هتدخلني؟ انا بقول لك كده، انا مش هدخلك. انا واقفة بتحايل عليك بقالي ساعة. ما انت واقفة خير 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 يا جماعة خير. انا يوسف خطيبها، في حاجة؟ أمو إحسان جوه يوسف وواقفة دلوقتي بقالي ساعة بتحايل عليهم عشان تمشي معايا، مش راضين يخلوها تمشي. خلاص خلاص استهدي بالله، ممكن بعد إذنك تنده لنا ست أمو إحسان ناخدها ونمشي؟ أستاذ يوسف هي قاعدة جوه وبرضاها، وبعدين إحنا بعتنا لها حد يسألها عايزة تمشي؟ قالت له لأ. طب معلش، اندهلنا نسألها إحنا بنفسينا. لا ما هي نامت خلاص. طب خلي حد يروح صحيها بس. أستاذ يوسف نامت. شكلكم عايزين تخشوا تقعدوا معاها جوه. تمام. تمام نيجي بكره. يلا بينا علي. يلا بينا ايه؟ بقول لك مش همشي. يلا يا علي ونيجي بكره ناخدها. استاذ يوسف البطاقه. معلش، هو الباشا مباحث ولا ايه؟ لا يا باشا، احنا بنشوف البطايق عشان ما بندخلش المباحث يا باشا. طب هي فوق، هجيبها وارجع لك. خد البسي ده. مش بردين يا يوسف. الفطار اهو، ما تنساش تسخنه قبل المغرب. ربنا يخليك ليا يا نادي، انا على طول تعبك معايا. ايه ده؟ طول يا حبيبي. اللي بحبه. صدقي بقالي يومين نفسي هفاني على المسبك. بالهنا والشفا. ربنا ما يحرمني منك. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل يا ريس. تفطر ايه النهارده؟ والله يا ريس لسه ما قررنا. حلو قوي، انا قررت لك بقى، انت هتفطر مسبك يا كريم. يا كبير والله لا، ما تفطر مسبك، ما تخنقناش. طالما مالكش في المسبك بتاخده ليه؟ لا اله الا الله. يا ابني هو في راجل يعرف يقول لمراته لا؟ انت عايز نسمع كلمتين؟ اتجوز بقى وتخلصنا. اخلص بس فتره التدريب يا ريس، هتجوز على طول والله. ربنا معاك، انبسط بالفتره دي قوي يا كريم، هتبقى احلى فتره في حياتك. التدريب طبعا مش الجواز. مبروك بيوصل؟ اه كلمته من شويه وقال لي انه قدام القطاعه. قعدت ولا اشتريها؟ ورينا كريم. لو عايز تعرف الناس دي اتكلم مع مبروك. مبروك اكتر واحد في مصر عارفه ومحفوظه كويس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انسوني بقى لمده 5 دقائق. Ladies and gentlemen in United States of America. ربنا يبارك فيكم.
ايه ده يا شيخ غلبان؟ واحنا بنشيل يوفت بالانجليزي ليه؟ انا كنت مستغرب زيك كده في الاول، بس انا ليه حد حبيبي كان حاضر في اجتماع تحالف دعم الشرعيه، اتفقوا خلاص ان اليوفت اللي معانا دي ما بقاش ليها عازه. احنا عايزين الناس اللي بره تفهم وتعرف احنا بيحصل لنا ايه يا شيخ، فلازم نتكلم لغتهم. والناس اللي بره دي هتعمل لنا ايه؟ لا لا دول بيعملوا كتير قوي. طب والناس اللي في مصر ما لازم تحس بينا وتيجي تدافع معانا على الشرعيه. هيحصل باذن الله، بس اصل الناس في مصر هنا عاطفيين حبتين. تعرف يا شيخنا انا بشوف فيك روح الصحابه والتابعين. وانا هاجي فيهم ايه يا شيخ؟ هما كانوا بيدافعوا عن الاسلام يا شيخنا، زي ما انت بتدافع عنه دلوقتي. صح يا شيخ حماد، احنا نفدي الاسلام بروحنا، وده واجب على كل مسلم غيور على دينه. هما شالوا الرئيس عشان مش عايزين يطبقوا شرع ربنا وتشيع الفاحشه ويحكمنا النصارى باليهود.